بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فكنا قد بدأنا في مجلسين سابقين التعليق على رسالة نفيسة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة هي عبارة عن جواب يتعلق بأسباب تفاضل الأعمال، وهذا الجواب جواب لسؤال أورده على نفسه ثم أجاب عليه، كما هي طريقة العلماء في أنهم يوردون الأسئلة ثم يجيبون عليها بالإجابات النافعة، أو أن هذا السؤال أورده مورد على الشيخ رحمه الله فأجاب عليه بهذا الجواب. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله ذكر أن هناك أسباباً خمسة كلية لتفاضل الأعمال. فالسبب الأول الكلي أن يكون تفاضل العمل أو أن يكون فضل العمل على غيره راجعاً إلى العامل نفسه. والسبب الثاني أن يكون فضل العمل راجعاً إلى زمان العمل. والسبب الثالث أن يكون فضل العمل راجعاً إلى مكان العمل. والسبب الرابع أن يكون فضل العمل راجعاً إلى العمل نفسه. والسبب الأخير أن يكون فضل العمل راجعاً إلى الأثر المترتب على العمل. فهذه خمسة أسباب إجمالية لتفاضل الأعمال. ولما ذكرها على وجه الإجمال ذكرها على وجه البسط والتفصيل. وتقدم معنا من هذه الأسباب كم سبباً؟ ثلاثة أسباب. السبب الأول لتفاضل الأعمال ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكلما كان العمل أخلص لله عز وجل فإنه يكون أكثر ثواباً وأعظم أجراً عند الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني سلامة الاعتقاد. فكلما كان الإنسان أكثر سلامة من حيث اعتقاده فإن ثوابه يكون أعظم وأجر عمله يكون أكثر. والسبب الثالث أن يكون العمل من الأعمال المتعدية. فالعمل الذي يتعدى نفعه ثوابه أعظم من العمل القاصر الذي يقصر نفعه على من قام به. وهذه الأسباب الثلاثة تقدم بيانها بالتفصيل مع الأسباب الإجمالية في المجلسين السابقين، ووقفنا عند السبب الرابع لتفاضل الأعمال وهو قوله رحمه الله:
ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، فهذا أيضاً يضاعف بحسب من شاركه ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل، فهذا بلا ريب يزيد أضعافاً مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها. ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. نعم، هذا هو السبب الرابع من أسباب تفاضل الأعمال، وهو يرجع إلى سبب من الأسباب الإجمالية الخمسة التي تقدمت معنا، وهو أثر العمل. وإذا قام العبد بعمل من الأعمال ثم شاركه فيه غيره فإنه يكون له من الثواب بقدر ثواب من جاء به، فإذا عمل معه لاثنان فإنه يكون له من الثواب ثواب اثنين من غير أن ينقص من أجرهما لشيء، وإذا عمل معه عشرة فإنه يكون له مثل ثوابهم، وإذا شاركه في العمل وتابعه فيه غيره مئة أو ألف أو أكثر فإنه يكون له من الثواب بمقدار ثواب من شاركه، وهذا فضل واسع من الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله مثل أجرها وأجر من عمل بها. فهذا يدل على أن من عمل بالعمل، من عمل بالعمل الذي جاء به شخص آخر وتابعه عليه، فإن صاحب السنة الذي جاء بهذا العمل يثاب بمقدار ثواب من جاء بالعمل. ويدل على هذا أيضاً ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجرهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل إثم من قام به من غير أن ينقص من إثمهم لشيء. فهذا يدلنا على أن الإنسان إذا قام بعمل صالح وتابعه عليه غيره من الناس وكان محفزاً لهم على الإتيان بهذا العمل فإنه يثاب ثواب بمقدار ثواب من جاء بهذا العمل سواء قلوا أم كثروا، وكلما كثر القائمون بهذا العمل فإن ثوابه يكثر. ومن أمثلة ذلك أن من تصدق بصدقة مثلا فتشجع الناس على الصدقة وأتوا بها اقتداءً به فإنهم يثابون على عملهم، وهو يثاب على عمله ويثاب بمقدار ثواب من جاء بهذه الصدقة. ومثال آخر أن
الإمام الذي يصلي بالناس، سواء أكانت صلاة فريضة أم كانت صلاة تراويح أم كانت غير ذلك من الصلوات التي تشرع فيها الجماعة، فإنه يثاب على عمله، ويثاب أيضاً مثل ثواب الناس الذين تابعوه وشاركوه في هذا العمل. وأيضاً من الأمثلة على هذا، لو أن إنساناً ذهب إلى بلد من البلدان وعلم الناس فيها العلم النافع، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيده ونبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبين للناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يثاب على عمله، ويثاب أيضاً بمقدار الأعمال التي جاء بها هؤلاء القوم الذين علمهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله: ومن الأعمال المضاعفة، يعني المضاعفة للثواب، بأن تكون سبباً لذلك، أن تكون سبباً لحصول مضاعفة الثواب، العمل. وهذا هو المبتدأ من الأعمال المضاعفة، العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، يعني تابعوه واقتدوا به. وإلا فإن عمل الإنسان إذا قام به هو كالصلاة مثلاً، لا يمكن لأحد أن يشاركه في الصلاة، وإنما مقصوده أنهم يتابعونه ويقتدون به ويعملون مثل عمله. فهذا أيضاً يضاعف، يعني يضاعف له الثواب. وما مقدار هذه المضاعفة؟ قال الشيخ: بحسب من شاركه. فإذا شاركه 10 يكون له ثواب 10، وإذا شاركه 100 يكون له ثوابهم، وإذا شاركه 1000 يكون له ثوابهم، وهكذا. فقوله بحسب من شاركه، هذا يريد الشيخ أن يبين فيه مقدار الثواب الذي يحصل لمن قام بهذا العمل. ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل، فهذا بلا ريب يزيد أضعافاً مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد. والدليل على هذا ما تقدم معنا من قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجرهم شيء. فهذا صريح في أن من اقتدى بغيره ممن جاء بعمل صالح، فإن المقتدى له يحصل له، المقتدى به يحصل له أمران: يحصل له ثواب عمله، ويحصل له أيضا ثواب عمل من اقتدى به من غير أن ينقص من أجر من اقتدى به لشيء من الثواب. قال: بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها، أي أن من جاء بعمل متعد يشرك فيه غيره فإنه يكون ثوابه أعظم من ثواب من جاء بعمل اقتصر على من جاء به ولم يتابعه فيه غيره. ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية، يعني الأعمال المتعدية النفع والمصلحة، فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة، أي القاصرة عن الغير. ولهذا يقولون القاعدة: أن العمل المتعدي
أفضل من العمل القاصر، لأن ثوابه يكون أكثر وأعظم. وهذا تقدم معنا في السبب الذي قبل هذا. وهذه القاعدة هي قاعدة في الجملة، ففي الجملة أن العمل المتعدي يكون أفضل من العمل القاصر، وإن كان قد يكون العمل القاصر في بعض الصور أفضل من العمل المتعدي. فتوحيد الله سبحانه وتعالى عمل قاصر أو عمل متعدي، عمل قاصر على الإنسان وهو أفضل الأعمال. وكذلك صلاة الفريضة هي عمل قاصر على الإنسان وهي أفضل من الزكاة التي يتعدى نفعها. فقول العلماء العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، هذا إنما هو في الجملة، وإن كان في بعض المسائل في بعض الصور قد يكون العمل القاصر أفضل من العمل المتعدي. وبحث تفاضل الأعمال وما يقدم من الأعمال وما يقدم من الأعمال بسبب فضله وما يؤخر بسبب نقص فضله، هذا إنما يحتاج إليه متى؟ يحتاج إليه عند التعارض. فإذا لم يستطع الإنسان أن يأتي بالعملين أو الأعمال فإنه حينئذ يقدم العمل الذي هو أكثر فضلا. فإذا كان عمل من الأعمال يتعدى نفعه لألف شخص، وعمل من الأعمال يتعدى نفعه لعشرة أشخاص مثلا، ولم يستطع الإنسان أن يأتي بهذين العملين ويجمع بينهما فيقدم أي العملين؟ يقدم العمل الذي يتعدى نفعه لعدد أكثر. والقاعدة العامة فيما هو أفضل من الأعمال هو أن أفضل الأعمال ما كان لله أطوع ولعباده أنفع. ما كان لله سبحانه وتعالى أطوع يعني أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى، وكان لعباده أنفع، فما كان أنفع فإنه يقدم على ما كان دونه في المنفعة. هذا هو السبب الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله. بقي أن يقال قبل أن ننتقل للسبب الذي بعده، ما فائدة معرفة هذا السبب؟ والجواب على ذلك أن الإنسان إذا عرف أن العمل الذي يشاركه فيه غيره يكون أفضل وأكثر ثواباً عند الله سبحانه وتعالى من العمل الذي لا يشاركه فيه غيره، فإنه يحرص على أن يأتي بالأعمال التي يكثر فيها المشاركون. فلو أن إنساناً كطالب علم مثلا خير أن يصلي في مسجد يحضره 100 شخص أو 200، ومسجد آخر لا يحضره إلا 20 أو 30 شخصا، فأيهما أكثر ثوابا؟ المسجد الأول، لأن الذين يشاركونه في هذا العمل أكثر. وعلى هذا المثال فقس. السبب الخامس، نعم. قال رحمه الله: ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير، كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين. فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب،
حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما. وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك. نعم، هذا هو السبب الخامس من أسباب مضاعفة العمل، وهو العمل الذي يكون له أثر عظيم ومصلحة كبيرة. ومن أمثلة ذلك الأعمال التي يحصل بها إغاثة الملهوفين وإزالة الضرر عن المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين، فإن هذا العمل نفعه عظيم، ولهذا يكون ثوابه عظيماً لعظم نفعه. فيعظم الثواب لأي شيء؟ يعظم الثواب لعظم النفع المترتب على العمل. وهذا السبب الخامس راجع إلى أي الأسباب الخمسة الكلية؟ راجع إلى العمل الذي يتعدى نفعه ويعظم أثره. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني من أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا كل الناس الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، فيثاب ثواب إحياء من أحيا جميع الناس. وقوله من أحياها يعني من كان سببا في بقائها حية، وإلا فإن الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فقوله فلا اقتحم العقبة لا هنا بمعنى هلا، يقصد بها الحظ والحث، فلا هنا تدل على التحضيض. والعقبة في قوله فلا اقتحم العقبة، لا اقتحم يعني تجاوز بصعوبة وشدة، لأن الاقتحام يدل على أن التجاوز تجاوز سهل أو تجاوز فيه صعوبة، يدل على أن التجاوز فيه صعوبة. وقوله العقبة، العقبة هنا لاستعارة للأعمال الصالحة التي ذكرها بعد ذلك. وما أدراك ما العقبة، هذا تعظيم وتفخيم لهذه الأعمال الصالحة. ثم بين هذه الأعمال الصالحة التي حظ الله عز وجل عليها، فقال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يعني ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فهذا يدلنا على أن الإتيان بالأعمال التي يكون وقعها عظيماً يكون الثواب على ذلك عظيماً. يقول رحمه الله: ومن الأعمال المضاعفة، يعني المضاعفة للثواب، إذا كان العمل له وقع عظيم، يعني له أثر عظيم ونفع كبير، يعني مصلحة كبيرة للخلق، كما الآن يمثل لهذا العمل، فقال: كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين وكشف الكرب عن المكروبين، ونحو هذه من الأعمال، نحو هذا من جنس الأعمال التي يكون لها وقع عظيم. فكم من عمل من هذا النوع
يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب. ولهذا الله سبحانه وتعالى علق الفلاح والسعادة على الإتيان بمثل هذه الأعمال الخيرية، فقال سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير. ماذا قال بعدها؟ قال: لعلكم تفلحون. فتدل هذه الآية على أن طريق الفلاح هو فعل الخير، وهذا يشمل الخير المتعدي والخير القاصر، لكن فعل الخير المتعدي يكون ثوابه أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وجزاؤه لأكبر عنده سبحانه وتعالى. وهذا لا يختص بالآدميين، هذا لا يختص ببني آدم من المسلمين وغيرهم، بل يشمل حتى البهائم. فإن الإنسان إذا عمل عملاً فيه خير لبهيمة من البهائم فإنه يثاب على ذلك. ومن الأدلة المشهورة على هذا ما جاء في الحديث الصحيح من قصة المرأة البغي وهي الزانية، فقد رأت كلباً يطيف بركية، يعني يطيف ببئر، يلهث من شدة العطش، فنزعت موقها، يعني نزعت خفها، ونزلت البئر ووضعت في موقها ماء، ثم دفعته للكلب وشرب وسقته، فغفر الله سبحانه وتعالى لها بسبب هذا العمل الذي أحسنت فيه إلى الكلب، مع أنها كانت عاصية لله سبحانه وتعالى، لأن الزنا يعتبر من كبائر الذنوب، ليس ذنبا هينا، بل هو من الذنوب الكبار التي نهى الله سبحانه وتعالى وشنعها تشنيعا عظيما، إلا أنها مع ذلك لما جاءت بهذا العمل وملأت خفها الصغير ماء يسيرا وسقت به هذا المخلوق الذي هو نجس عند جمهور العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى غفر لها ذنبها. وإذا كان هذا في حق البهيمة فكيف في حق الإنسان؟ فإن ثوابه يكون أعظم وأجره يكون أكبر، فيكون سبباً لعظم الثواب ومغفرة الذنوب. وكيف لو أن الإنسان لم يسقي ماءً بمقدار ما حمله هذا الموق الذي كان لهذه المرأة، وإنما فعل ما هو أعظم، بأن جاء بإناء كبير، أو حفر بئراً، أو حفر آباراً، فإن ثوابه يكون أعظم، يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غرس غرساً فأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة كان صدقة عند الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الثواب، أن الإنسان إذا غرس غرسا أو زرع زرعا فأثمر، فأكل منه إنسان، أي إنسان، أو أكل منه طير، ولو كان هذا الأكل شيئا يسيرا، لأن الحديث مطلق، والمطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، أو أكل منه بهيمة، أي بهيمة، فإن ذلك يكون صدقة،
يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما. فكيف ببني آدم؟ قال: وقصة المرأة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة على ذلك. السبب السادس. نعم. قال رحمه الله: ومن الأسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الطريقة تاركًا للذنوب غير مصرٍّ على شيءٍ منها، فإن أعمال هذا مضاعفة، كما ورد بذلك الحديث الصحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنةٍ يعملها تُكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحديث. نعم، هذا السبب من أعظم الأسباب، وهو أن يحسن الإنسان إسلامه. فإذا أحسن الإنسان إسلامه فإن كل حسنة يأتي بها يضاعفها الله سبحانه وتعالى له بعشر حسنات إلى 700 ضعف. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فإذا صلى صلاة فإنها تكتب بعشر أمثالها، وقد يضاعفها الله عز وجل إلى 100 ضعف أو 400 ضعف أو 500 ضعف إلى 700 ضعف، وذلك بحسب مقدار إحسان الإنسان للإسلام وللعبادة. فكلما كان أكثر إحساناً لإسلامه وللعبادة التي جاء بها فإنه يكون أكثر مضاعفة للثواب، إلى أن يقف الثواب عند 700 ضعف. فإن قال قائل: كيف يكون الإنسان محسناً لإسلامه حتى يحصل هذا الثواب؟ والجواب على هذا أنه يحسن إسلامه من جهتين: الجهة الأولى جهة الفعل، والجهة الثانية جهة الترك. فأما الفعل فبأن يأتي بما أمره الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة على وجه الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء بهذا العمل الصالح على هذا الوجه فقد أحسن. من أي جهة؟ أحسن من جهة الفعل. وأما الإحسان من جهة الترك فبأن يترك الإنسان معصية الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع في الذنب فإنه لا يستمر عليه بل يتوب لله عز وجل، فيترك المعصية، يترك الذنوب صغارها وكبارها، وإذا وقع في الذنب فإنه ينزع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان ليس معصوماً من المعصية، فقد يقع في الذنب، والشيطان عدو مبين. أوقع نبي الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام في المعصية، لكنه لم يستمر عليها بل ندم واعترف بذنبه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، فغفر الله سبحانه وتعالى له. فالإنسان ليس معصوماً من المعصية، لكنه إذا قدر عليه الوقوع فيها مع اجتهاده في التحرز منها فإنه يجب عليه أن يتوب لله سبحانه وتعالى.
وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه. ماذا قال بعدها؟ قال: واستغفروه. لأن الإنسان قد يستقيم لله سبحانه وتعالى في الأعمال لكنه يقع في المعصية، فإذا وقع في المعصية فإنه يحتاج إلى استغفار. وهذا هو السر في ذكر الأمر بالاستغفار بعد الأمر بالاستقامة لله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا شأن العبد بأنه إذا وقع في الذنب يستغفر الله، فإنه لا يخرج من دائرة الاستقامة، بل يبقى في دائرة الاستقامة وإن كان وقع منه الذنب، لأنه بادر بالاستغفار لله سبحانه وتعالى والتوبة له. والاستغفار هو دعاء الله عز وجل بالمغفرة، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب. والله سبحانه وتعالى يأمر بالاستغفار ويأمر بالتوبة له سبحانه وتعالى. فإذن يحصل حسن إسلام الإنسان بهذين الأمرين: بالفعل للعمل الصالح على وجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالمتابعة أن الإنسان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، فإذا فعل مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فقد حقق المتابعة. والأمر الثاني هو أن يكف الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا فعل الإنسان ذلك فقد أحسن إسلامه. ومما يدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا، يعني لا أحسن، هذا استفهام بمعنى ماذا؟ بمعنى النفي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، بأن أخلص لله سبحانه وتعالى وقصده بالعمل، فجعل جهة العمل لله سبحانه وتعالى، وهو محسن بأن كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن إحسان الإنسان للإسلام أن يترك الأمور التي لا تعنيه من الأقوال والأفعال، ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلا يشتغل بالبحث عن الأمور التي لا تعنيه من الأقوال والأخبار والأفعال ونحو ذلك. ويدل الحديث بمفهومه على أن من حسن إسلام الإنسان أنه يشتغل بما يعنيه. فإذا اشتغل بما يعنيه من الأعمال الصالحة، سواء أكانت من أمور دينه أم كانت من أمور دنياه التي يستعين بها على أمر دينه، فإنه يكون قد أحسن إسلامه. وكذلك إذا ترك ما لا يعنيه فإنه يكون قد أحسن إسلامه. ومما لا يعني الإنسان معصية الله سبحانه وتعالى، فإذا تركها فإنه يكون قد أحسن إسلامه.
والمعنى الجامع لإحسان الإسلام هو ما جاء في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وفسرها، ثم فسر الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا عبد الإنسان الله عز وجل وهو يستشعر أنه يرى الله عز وجل، فإنه يستحي من الله ويأتي بالعمل خالصاً له على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستطع أن يبلغ هذه المنزلة فإنه ينتقل للمنزلة الأخرى، وهي أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يراه ويعلم سره وعلانيته، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. والسر هو ما يخبر الإنسان به، ما يكتمه الإنسان، ما يكتمه الإنسان عن غيره. والأخفى من السر هو ما يحدث به نفسه ولم يخبر به أحدا، فهذا كله معلوم لله عز وجل، فإن السر عنده علانية. ألم يعلم بأن الله يرى كل شيء؟ ولهذا الآية جاءت مطلقة، لم يقل يرى كذا، وإنما قال يرى، فحذف متعلق الرؤية، حذف ما تتعلق به الرؤية. وحذف المتعلق يدل على ماذا؟ يدل على قصد إرادة التعميم، وأن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى فإنه يجتهد في أن يحسن العمل، في أن يحسن الفعل، وأن يحسن الترك أيضا. ولله عز وجل المثل الأعلى، فلو أن إنسانا استشعر أن شخصا من بني آدم عظيما ينظر له، فإنه يأتي بالعمل الذي يطلبه منه على وجه سيء، أو يأتي به على وجه حسن، بل يأتي به على أحسن الأحوال التي يستطيع أن يأتي بها. فكيف بالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى؟ والإنسان قد يضعف، والشيطان قد يتسلط، لكن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة، لأنه أحياناً يضعف الباعث عنده ويقوى المانع، يضعف الدافع ويقوى المانع، فيحتاج إلى مجاهدة. وهذه المجاهدة ليست مرة أو مرتين، وإنما تستمر إلى أن يموت الإنسان، فهو في حاجة إلى المجاهدة إلى أن تخرج روحه. يقول الله عز وجل لألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلن يترك الناس من غير فتنة والاختبار. هذا في أول السورة. ثم قال في آخر السورة وهي سورة العنكبوت ماذا قال؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع ماذا؟ لمع المحسنين. فهذه المجاهدة من الإحسان. فهذه السورة إذا تأملنا فيها نجد أنها قائمة على الاختبار والامتحان وعلى المجاهدة والإحسان. ولهذا ذكر الابتلاء والاختبار في أول السورة، وذكر الإحسان أيضا في أول السورة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم ذكرهما في آخر السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله
لمع المحسنين. فالإنسان لا يقول أنا جاهدت وأنا حاولت ولم أستطع، بل يحتاج إلى أن يثبت على ذلك وأن يصبر وأن يصابر وأن يرابط، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والمصابرة هي الصبر على الصبر، أن يصبر الإنسان على الصبر. ورابطوا، وهي الملازمة الشديدة. واتقوا الله، ما هي النتيجة لهذه الأعمال؟ الفلاح، لعلكم تفلحون. فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط واتقى الله، فإنه سوف يتحقق له ما وعد الله عز وجل به، لأنه لا يخلف الميعاد. ومن أصدق من الله حديثا، لا أصدق منه سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الإنسان لا يقول أنا فعلت لكنني لم أستطع أن أستمر، لأن هذا الفعل يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى ثبات، وإلى سؤال لله سبحانه وتعالى، إلى أن يموت الإنسان ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو على ذلك. السبب السابع يتعلق بالعامل الذي قبله، وهو السادس، يتعلق بالعمل. والسابع الذي سنبدأ فيه يتعلق بالعامل. يقول رحمه الله: ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، فإن الله تعالى شكور حليم. لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعف. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكذلك العالم الرباني، وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله، كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم، لما يجب عليهم زيادة التحرز، ولما يجب من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. نعم، هذا هو السبب السابع سنأخذه ونقف عنده إن شاء الله، وهو رفعة العامل عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العامل يكون له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وذكر لذلك مثالين، وقبل هذين المثالين، من أعظم من لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى هم أنبياء الله عز وجل ورسله، تكون هذه المنزلة سبباً من أسباب مضاعفة الثواب. وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم الناس ثواباً وأكثرهم أجراً عند الله سبحانه وتعالى، وذلك لكثرة ما جاء به من الخير الذي يتعلق بمصالح الدين والدنيا والآخرة، ولكثرة أتباعه صلى الله عليه وسلم، ولمحبة الله سبحانه وتعالى له، فلهذا يعظم ثوابه صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ رحمه الله أيضاً نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجرهن يضاعف، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وهذه الآية كما يقول العلماء أصل في مضاعفة الثواب. فإذا كان الإنسان له منزلة عند الله ومقام كريم عنده،
فإن عمله يضاعف ثوابه. وقوله من يقنت، القنوت يطلق على الطاعة ويطلق أيضا على الدعاء، والمعنى الأول أعم لأن الدعاء يدخل في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله وتعمل صالحا، هذا أيضا عطف على القنوت وتأكيد له، لأن القنوت عمل من الأعمال الصالحة. والمثال الآخر الذي ذكره المصنف رحمه الله هو العالم الرباني، فهذا يضاعف ثوابه. وما المقصود بالعالم الرباني؟ قال رحمه الله هو العالم العامل المعلم. فهذه ثلاث صفات: أن يكون عالماً، والمقصود بالعلم هنا العلم بالله سبحانه وتعالى وبدينه سبحانه وتعالى وبما كان وسيلة لذلك، فيكون عالماً بالله فيعلم حقوقه وواجباته وما يجوز في حقه وما يمتنع، ويكون عالماً بدين الله عز وجل في مسائل العلم والاعتقاد وفي مسائل العمل، وهي مسائل الحلال والحرام، ويكون عالماً بما يتوسل به إلى ذلك، بما يكون وسيلة إلى العلم بالله أو وسيلة إلى العلم بدين الله، وهو الذي يسميه العلماء بعلوم الآلة والوسائل. فهذا هو العالم، والمقصود بالعلم العلم النافع، وهذا هو العلم الممدوح، لأنه ليس كل علم يمدح، وإنما يمدح العلم النافع. والعلم النافع هو الذي يترتب عليه العمل، كل علم أثمر عملاً فهو علم نافع، ويدخل فيه العلم بالله والعلم بدين الله وما كان وسيلة إلى هذا. ويدخل في هذا في العلوم النافعة العلوم الدنيوية التي تحتاجها الأمة، كعلم الطب وعلم الهندسة وغيرها من العلوم التي تحتاجها الأمة، فإنها من العلوم النافعة. وإذا نوى الإنسان النية الصالحة فإنه يثاب على ذلك، بل حتى الزراعة والنجارة والتجارة ونحوها مما يحتاجه الناس، إذا نوى الإنسان به النية الصالحة فإنه يكون عبادة يثاب عليها. هذا الوصف الأول، أن يكون عالماً. الثاني، أن يكون عاملاً، وذلك لأن العمل هو مقتضى العلم، ومن يتعلم العلم ولا يعمل به، ما الفرق بينه وبين الجاهل؟ كلاهما يشتركان في ماذا؟ في عدم العمل. فالجاهل لا يعمل في عدم العلم، في عدم العمل، فالجاهل لا يعمل لجهله، وهذا لا يعمل مع قيام حجة الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون شراً من أي شيء؟ يكون شراً من الجاهل. والعمل بالعلم هو مقتضى العلم، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقرن بين العلم والعمل وهو الاستغفار.
ويقول سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ماذا قال بعدها؟ والله بما تعملون خبير. فقرن بين العلم والعمل. ويقول سبحانه وتعالى: أمن هو قائم آناء الليل، هذا عمل. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ماذا قال بعدها؟ قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقرن بين العلم والعمل. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالمقصود من العلم هو العمل، والكلام في هذا يطول. الوصف الثالث للعالم الرباني هو التعليم، بأن يعلم الناس ما علمه الله سبحانه وتعالى. وهذا من شكر هذه النعمة، أن الإنسان لا يحبس علمه في جوفه، بل يعلم الناس إياه حتى تتحقق المصلحة العظمى المقصودة من العلم. ولو أن العلماء حبسوا ما تعلموه في صدورهم، هل يبقى دين الإسلام؟ لا يبقى دين الإسلام. ولهذا من مقاصد طلب العلم حفظ الدين، الذي هو أعظم المقاصد الضرورية. فلو أن العلماء كتموا ما علمهم الله سبحانه وتعالى ولم ينشروه ولم يعلموا الناس إياه، فإن الدين لا يستمر. لكن الله سبحانه وتعالى كتب أنه لا بد أن تقوم طائفة من العلماء يعلمون الناس ويقومون بوراثة الأنبياء وخلافتهم في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وهذا التفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله للعالم الرباني نقل عن ثعلب أحمد ابن يحيى اللغوي الحنبلي الشهير بثعلب، فقد فسر العالم الرباني بأنه العالم العامل المعلم. وابن عباس رضي الله عنه فسر العالم الرباني بأنه الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذا من باب التفسير بالمثال، فهو لا يتعارض مع التفسير السابق. والله سبحانه وتعالى أمر بأن يكون العلماء ربانيين، فقال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني منسوب إلى الرب، والألف والنون زائدتان للمبالغة. وهناك فرق بين الرباني والربي في قوله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. الربيون هم الجماعات، وهو جمع ربة وهي الجماعة. وأما الربانيون فالجمع رباني، وهو العالم العامل المعلم. يقول رحمه الله: وكذلك العالم الرباني هو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله سبحانه، أو بحسب مقامه عند الله سبحانه وتعالى، فيضاعف عمله بحسب منزلته عند الله سبحانه وتعالى. والمنزلة تكون
بحسب الزيادة في الأوصاف الثلاثة، فكلما كان أكثر علماً وأكثر عملاً وأكثر تعليماً فإن منزلته عند الله سبحانه وتعالى تكون أعظم، والعلماء يتفاضلون عند الله بحسب التفاضل في هذه الأوصاف الثلاثة. ونبه على أمر عظيم، وهو أن العلماء كما يعظم ثوابهم عند الله إذا أحسنوا فإنه أيضاً يعظم وزرهم عند الله إذا أساءوا، لأن القاعدة أن الغنم بالغرم، فإذا أحسنوا عظم ثوابهم وإذا أساءوا عظم عقابهم، لأن عقاب العالم ليس كعقاب الجاهل. يقول رحمه الله في بيان هذا التنبيه: كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، قال بعد: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فالغنم بالغرم. قال: لما يجب عليهم من زيادة التحرز، فإن العالم يجب عليه التحرز أكثر من غيره، ولما يجب عليهم من زيادة الشكر على ما خصهم الله سبحانه وتعالى به من النعم. وهذا هو السبب السابع لتفاضل الأعمال، ونقف عند السبب الثامن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم في هذا الشهر الكريم للأعمال الصالحة، وأن يبلغنا أعظم المنازل عنده، إنه سميع مجيب، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين وسائر المسلمين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.